السلام عليكم، معكم بدر وحياكم الله في قرية العجائب. عارف ان القناة ما قناة تقنية، لكن انا في هالقناة احاول اجيب الاشياء اللي يكون فيها شيء عجيب مميز ومثير للاهتمام مهما كان مجاله. فاليوم بنشوف واحد من التليفونات اللي اعلنوا عنها قبل كم يوم. هالتليفون فيه شيء مميز جدا. اول شيء، التليفون هذا من شركة شاومي. اللي ما يعرف شاومي، فهذه شركة تقنية صينية بدأت تصنع التليفونات في سنة 2011، وصار لها انفجار عجيب وانتشرت وصارت واحدة من اكبر الشركات في شوية سنين، خاصة في الصين يعني. وحاليا هي في المركز الرابع على العالم كأكبر مصنع للمنتجات الذكية. المهم، هالشركة أعلنت عن التليفون هذا قبل كم يوم. التليفون اسمه شاومي مي ميكس، واللي يميز هالتليفون إنه بدون حواف، أو على الأقل ثلاث جهات من الشاشة بدون حواف. بخبركم شيء، أنا من زمان كنت أنتظر تليفون يكون عبارة عن شاشة وبس، يعني بدون أي حواف. طبعا عارف إن الشيء هذا صعب جدا إنه يصير لكثير من الأسباب، خاصة من الناحية الهندسية ومن ناحية الاستخدام. وعارف إن هالتليفون ما وصل للمرحلة اللي في خيالي، لكن أقرب شيء حصلناه لليوم للفكرة هذه، خاصة إن هالجزء اللي تحت جدا صغير لو قارنته بباقي التليفونات. ولو حطيت هالتليفون جنب تليفون ثاني مثل الآيفون 7 بلس راح تحصل تقريبا إنه بنفس الحجم، لكن الفرق إن تليفون مي ميكس معظمه شاشة، والشاشة تقريبا ماخذة نسبة 91% من حجم التليفون. طبعا الشاشة حجمها جدا ضخم ويوصل ل6.4 إنش. أحس هالتليفون لو نحط جنب أي تليفون بيخليك تحس إن شاشات التليفونات الثانية تافهة جدا. ما أقصد من ناحية الحجم، طبعا المي ميكس حجمه كبير، لكن اللي أقصده هو حركة ملء الشاشة لجسم التليفون. أحس شيء فخم يا أخي إنك تمسك تليفون معظمه شاشة، بيكون إحساس عجيب. يعني ممكن يكون أقرب لشعور الانغماس مع التليفون، يعني لما تفتح تطبيق تحس إنه مفتوح قدامك بطريقة حلوة، تحس إنه جزء من عالمك أنت، ما تحس إنه مجرد صورة موجودة على شاشة. وصراحة أحيي شركة شاومي على أنها كانت عندها الشجاعة أنها تصنع تليفون مثل هذا، لأن فكرة جديدة مثل هذه ما تعرف إذا بتكون متقبلة أو لا. يعني ما كل الناس مثلي ويتمنوا أنهم يشوفوا تليفونات مثل هذه. أيضا لو تلاحظ الشاشة منحنية من الأطراف، مش مثل باقي التليفونات اللي معظم أطراف شاشتها حادة. نتكلم عن الشاشة ما عن جسم التليفون نفسه. طبعا انحناء الشاشة من الأطراف في هالتليفون بسبب أن الشاشة لازم تتبع جسم التليفون عشان تحقق هذا التأثير، اللي هو تأثير أن الشاشة بدون حواف. يعني شيء لازم أنهم يسووه في كل الأحوال، بس بصراحة أحس هالشيء عطاه جمال أكثر وأكثر. ايضا لو رحنا لموضوع التصوير بهالتليفون، فاعتقد ان بنحس بنفس الشعور اللي تكلمنا عنه قبل شوي، احساس بالانغماس في الشيء اللي قاعد تصوره. بالنسبة للمواصفات فما اريد اتكلم عنها بالتفصيل، لان هالفيديو مش مراجعة وما هدفي اني اعطيك تفاصيل التليفون، لكن المواصفات عالية جدا جدا. بس في نفس الوقت ما معنى ان التليفون ما في اشياء غلط او ان التليفون مثالي. يعني مثلا بعض الاشخاص قالوا ان حواف التليفون تزلق بسهولة من الايد لان جسم التليفون مصنوع من السيراميك. فيعني التليفون فيه اشياء ممكن تعجبك وفي اشياء ممكن ما تعجبك، فلا تروح مثلا تشتراه بناء على هالمقطع، روح شوف مراجعة من قناة تقنية معروفة متخصصة. لأن السبب الوحيد اللي خلاني أسوي هالمقطع هو ميزة الشاشة العجيبة هذه. صراحة يعني تصور جديد تماما للتليفونات. شيء سعيد جدا أن الشركات اللي تصنع الأجهزة الذكية بدأت تفكر فيه وتكتشف الآفاق الممكنة مع هالفكرة. خطوة كبيرة على طريق الحلم تليفون بدون حواف نهائيا. أعتقد أن هذا مستقبل التليفونات، وراح نشوف شركات ومصنعين ياخذوا نفس الطريق هذا ويحاولوا أنهم يصنعوا تليفونات وهواتف ذكية بشاشات تأخذ مساحة معظم جسم التليفون. أتمنى أن في يوم من الأيام حلمي هذا يتحقق وشركة من الشركات هذه تصنع تليفون بدون أي حواف نهائيا بكل الاتجاهات، مجرد شاشة تمسكها بإيدك. أعتقد أنه بيكون شيء عجيب جدا. يا ترى هل أنتم معي في هالفكرة هذه؟ هل تشوفوا أن الشاشة اللي بدون حواف تخلي التليفون أجمل وأكثر جاذبية، ولا تعتقدوا أن هالشيء فكرة سخيفة وما لها داعي؟ أتمنى أشوف آراءكم وتفاعلكم مع الموضوع في التعليقات. هذا كان موضوعنا في هالمقطع، أتمنى أن أعجبكم وأتمنى أشوفكم في المقطع الجاي إن شاء الله، ومع السلامة.